اللي حيت كتعرف واحد التوافد ديال المواطنين كثير كانت من القطاعات اللي تفرض عليها، وهذا لحكمه كبيره ولمنفعه كبيره للبلاد ديالنا كلها، هو انه توقف عن النشاط ديالها، ومن ضمنها هما نتوما الناس ديال الحلاقه، لا ديال النساء ولا ديال الرجال. اذا كان علينا ولا بد باش نبداو بكم، لان تضريتوا بزاف نتوما مجموعه ديال الانشطه الاخرين. هذه مشيئه الله، هذه جائحه عالميه، وانتم كتسمعوا وكتشوفوا الحمد لله الناس ديال الاعلام، مجموعه ديال المناظر الاعلاميه العالميه والوطنيه والمحليه كتبين لنا وكتوصل لنا الاضرار الجسيمه اللي وقعت في الاقتصاد العالمي وعلى المجتمعات وعلى الصحه ديال الناس، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم، والناس اللي مرض الله يشافيهم، وكنطلبوا الله باش الدرجه ديالنا يحد الباس ان شاء الله، الله يحد الباس. ماشي اجراء عندكم، هذوك متعاونين حيت ياخذوا واحد النسبه من المبلغ، هذا انا واقع اللي كاين. دونك في القانون اللي خرج ديال التغطيه الصحيه والاجماليه 99/15/2015 والتي يشير ليها بصالح العباره الصناع التقليديين ومعاونيهم، دونك ما غاديش يبقى نهار يجي عندك صحاب لا سي ان اس اس يقول لك خاصك تكون عندك لافيلياسيون ديكلاريهم، هذاك متعاون غادي يخلص على راسو ما تابعش لك. فين ما مشى يخلص فين ما مشى يخلص. وهنا الزملاء ديالي كيف قال الاخ الكريم، الحفله ديالكم راه شريفه، وراه ما يمكنش شي واحد يمشي لشي حفله ولا شي مناسبه زوينه ولا عنده شي عراضه ولا عنده شي لقاء طيب ولا كذا الا الا مشى عند الحلاق ولا عند السيدات عند السيدات والرجال عند الرجال. كنطلب منكم كنقول عندي بعض الاقتراحات اذا كتوقعوا عليها. دونك انا تنقول العمل بالمواعيد وتفادي الزحام ولعدد زملاء محدودين. انا انسان حلاق عندي الحمد لله، انا نظيف والمحل ديالي نظيف والتعقيم، وغنتكلموا على هذاك حشاكم حشا وجهكم الجفاف في الدخل ديال الباب وكذا وكذا، وعندي المعقمات وعندي ستيريليزاتور وعندي وكنقي بالبالكون المقوصه ومشاطي وكذا وكذا، واني راه ما يمكنش نخدم واحد العدد السوايع بزاف ويدخل عندي واحد العدد بنادم بزاف. راه صعيب، حيت راه غنقولوا وغنطلبوا منكم وغنقولوا باش تلتزموا بها، انه مباشره من بعد ما يخرج اي زبون خاص التعقيم ديال جميع الادوات باش اشتغلتي وشويه ديال المحل حتى هو التعقيم ديالو. اذا هذا غياخذ وقت وغادي ياخذ مجهود. اذا عدد الزملاء خصكم تفكروا فيه يكون محدود. احنا في هذه المرحله ما غاديش نبغيو نفرضوا عليكم واحد العدد، ولكن بغيتكم انتم تلتزموا ولا تعطيونا شي فكره شنو هو العدد اللي ممكن تقترحوه يكون مناسب لكم. يكون عندكم واحد الكتيب كتسجل فيه دخل عندي فلان حلق عندي من الساعه كذا للساعه كذا، واحد الروجيستر كل نهار منو كتقيد ديك البركه اللي جا الله، منو كتعرف شحال الناس ولاو عندك، منو مثلا في الموقع ديالك قدام دابا ان شاء الله دابا شهرين شهور تقول انا واحد الحلاق في شارع الحارثي ولا في شارع الساقيه الحمراء ولا في شارع الداخله ولا في شارع واد الذهب المشهور اللي عندنا. دونك انا بالنسبه لي ما تهضرش على الازقه، الازقه راه متابعين لهذو. دونك هذو كلهم انا مثلا الحلاقه ديال النساء حلقت 313 ديال السيدات، انا حلقت الرجال حلقت 198 رجال، يعني هذا ربما اسمحوا لي بين قوسين هذا في الجانب الاجهاري ولا بروموسيون ديال الحرفه ديالكم راه غادي يعطيكم واحد القيمه. شنو نقول لهم نوضوا للكليان كاينين؟ اما دابا ولا تربيه تربيه دابا ولا قانون بان ما عندوش حق باش يقعد عندي انا، حتى داك اللي بغى يحسن خاصو يتسنى الدور ديالو على برا ما يكونش عندي لا. بالنسبه للاستقبال اللي استقبلنا السيد الباشا كنشكروه، الحمد لله الامور راه داك الشيء اللي قال راه كله صحيح، وكنطلبوا من المهنيين كلهم يلبيو الرغبات ديال هذا الشيء اللي قال دابا السيد الباشا، وغادي يكون التعقيم ان شاء الله. بالنسبه للمحلات ديالنا الحمد لله راه نقيين، لا نقى راه كاين تعقيم راه لابد منه الانسان حيت اللي جايه اللي صعيبه من هذه المرحله راه دازت. احنا حلاقات الناس راه زعما هذه ثلاث شهور هما مريحين، ثلاث شهور و10 ايام الناس راه تضرات شويه والحمد لله من اللي جا التخفيض شويه وهذا التخفيف على بعض النهار غادي نسيروا الامور وغادي نمشيو معاه مزيان وغادي يدير لازم الاحتياط ديالو التعقيم وغادي وكان الناس راه ما شاء الله وصافي. عليكم كان عندنا اليوم لقاء مع السيد الباشا على الاكراهات وعلى المرحله القادمه ان شاء الله كيفاش غادي تكون مع الناس المهنيين ديال الحلاقه والتجميل طبعا في المنطقه ديال بنتيك سباته. المحاور اللي تكلمنا فيها هي بيان سور التعقيم
وبالنسبه للناس ديال الصالونات طبعا انا كنهضر على الناس المهنيين اللي عندهم الصالونات، اما بالنسبه لي انا عندي مدرسه ديال الحلاقه والتجميل، انا جوني با لو دووا ما عنديش الحق باش نحل حتى لو مواد سبتمبر، على قبل حنا اون طرافاي ا ديستانس افيك 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 لي ستاجير اللي كيكونوا عندنا، حنا كنتواصلوا معاهم لان حنا جاتنا سيركيلير من وزارة ديال التكوين المهني، وحنا كنحتارموا طبعا هاد الظرفيه ديال الجائحه. بالنسبه للشيء اللي تكلمنا عليه مع بالنسبه لنا كسفراء في العمل ديالنا، هو ان الزبناء خص يكون واحد التباعد طبعا، وخص واحد 50% ديال الناس لا كليونتي اللي خصها تكون، وخص يكون تعقيم، وخص يكون واحد هاد القرار جد 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 مهم وجد ايجابي بالنسبه للصاحب الصالون وللزبون. المسيد هاني عملت مقاطعه المسيد على المجهودات اللي قاموا بها صراحه، لان شنا لاحظنا التدخلات اللي كانت على المستوى عملت مقاطعه المسيد وخصوصا الملحقات الاداريه، وكنشكروا السيد رئيس الملحقه الاداريه على هذا اللقاء التواصلي اللي كيجمع ما بين الحرفي والمهني والتجار، لان هذه مبادره من المقاربه التشاركيه، بغينا نعرفوا غير حنا كدورنا كشرطه اداريه كيفاش غنديروا المواقف وكيفاش غنتعاونوا. انا باغي ندير ويد فيد على اساس انه باش نتعاونوا باش نخرجوا من هذه الجائحه هذه، لان وهنيئا لان ربما حنا من السيد الباشا وصلنا لمنطقه واحده. دابا التقسيم اللي كيكون من ديكوباج ما تعاملت مقارب نسي منطقه واحده، تقدر مثلا يوقع المشكل في عمله البرموسي الى غير ذلك، نطلعوا مثلا كتبقى الصلاحيه للسيد العالمي هو اللي حنا ربما المجهودات اللي غادي نديروا ويد فيد على اساس انه باش نحاولوا باش نتغلبوا على هذه الجائحه هذه. والدور تاعنا كشرطه اداريه جماعة هو هي المواكبه، لان تعرف من السيد الباشا مجموعه تاع الشروط هي اساسيه، شروط ديالنا شروط الصحه والسلامه التعقيم، يعني كاينه مجموعه تاع المسائل اللي ربما المفروض عندنا باش نحترموها. علاش؟ ربما باش نخرجوا من هذه الجائحه هذه. خاصهم ديما ياخذوا حطيات ديالهم ويبقاو على هذا السيستم فاش غاديين دابا، الا زادوا تطوروا بزاف وبقاو غاديين كما كانوا يديروا داك السحام وداك الشيء. لا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.